بيقول لي يساعدنا شرب 8 اكواب من الماء يوميا على التخلص من السموم. ايوه طبعا صح. بعد كده يجب على كل شخص ممارسه التمارين الرياضيه يوميا. صح. ويمارسها لمده ساعه. تناول كميات من الخضروات والفاكهه يضر بصحه الاطفال. غلط طبعا، ده هي امر مفيد. الكشري مع السلطه وجبه غذائيه صحيه متوازنه. صح. السؤال الثاني عندي بيقول لي ضع خطا تحت الاجابه الصحيحه، يعني اختر الاجابه الصحيحه. شرب 8 اكواب من الماء يوميا يساعد على طرد السموم من الجسم. يجب ان نتناول كميه قليله من الحلوى ولا الفاكهه ولا الخضروات؟ اكيد الحلوى. السؤال الثالث اكمل الجمل الاتيه. يجب ممارسه ايه لمده يوميا للحفاظ على صحتنا؟ ممارسه الرياضه. يجب ان نتناول كميات قليله من الملح والسكر والدهون. عند تناول اللحوم يجب ان تكون خاليه من الدهون. السؤال الرابع عندي صل من ألف ما يناسبه من ب. اول حاجه بيقول لي تناول الماء النظيف. تناول الماء النظيف بيعمل على ايه؟ طرد السموم من الجسم، يبقى واحد. طيب ممارسه الرياضه يوميا يحافظ على صحتنا. يجب ان تكون اللحوم خاليه من الدهون. بعد كده السؤال الخامس بيقول لي اجب عن السؤال الاتي. كم عدد اكواب الماء التي يجب ان نتناولها يوميا؟ 8 اكواب على الاقل. وما ننساش ان يجب ان يكون الماء نظيف. بعد كده عندي الدرس الثاني بعنوان العناصر الغذائيه. معايا السؤال الاول ده علامه صح او علامه خطا. بيقول لي تعتبر الدهون من مصادر الحصول على الطاقه. صح. انا عندي مصادر الحصول على الطاقه الدهون والكربوهيدرات. تمام. بعد كده بيقول لي الكربوهيدرات عنصر غذائي يزودنا بالطاقه التي نحتاج اليها. صح. علشان خاطر الكربوهيدرات الجهاز الهضمي بيحولها لسكر وجلوكوز. للوقايه من الامراض يجب ان نتناول الاطعمه الغنيه بالفيتامينات. صح. وخصوصا فيتامين A، فيتامين C. طيب املاح الكالسيوم ضروريه للمحافظه على صحه العظام والاسنان. صح. الماء النظيف ليس عنصر مهم لصحه الانسان. غلط. بعد كده عندي السؤال الثاني ضع خطا تحت الاجابه الصحيحه. نحتاج الى نقط للحفاظ على صحه العظام والاسنان. لسه قايلينها دلوقتي. نحتاج الى الكالسيوم. بعد كده يعتبر الارز والبطاطس من الارز والبطاطس بيعتبروا من النشويات، والنشويات دي بتنتمي لايه؟ تنتمي للكربوهيدرات. بعد كده من الاملاح المعدنيه الضروريه للمحافظه على العظام والاسنان قلنا الكالسيوم. بعد كده السؤال الثالث اكمل الجمل الاتيه. يحتاج الجسم الى نقط لمساعدته على مقاومة الأمراض. يحتاج إلى فيتامين سي اللي بيقوي المناعة، وهنلاقيه في البرتقال واليوستفندي والجوافة. بعد كده نجد الدهون الصحية فيه. هنجدها فين؟ في المكسرات والزيتون والسمسم. بعد كده يحتوي السمك على فيتامين، يحتوي على فيتامين ايه؟ فيتامين ألف أو فيتامين A. طيب الحديد عنصر مهم لايه؟ للدم. قلنا ان اللي عنده فقر دم او اللي عنده انيميا بيتناول منتجات فيها حديد علشان خاطر يعالج الانيميا. بعد كده عندي السؤال الرابع بيقول لي ايه هي اهميه البروتينات؟ اهميه البروتينات بناء الانسجه وتجديد ما يتلف منها. قلنا ان انا لو متعور او في حاجه في ايدي مثلا خدش او حاجه بعد فتره بتلتئم الجرح ده بفضل البروتينات. بعد كده بيقول لي ما أهمية الألياف في الجسم؟ الألياف مهمتها إيه؟ بتساعد في عملية الهضم. وإيه كمان؟ وضبط مستوى السكر في الدم. وكده صراحة نكون خلصنا مقرر شهر فبراير، الملف ده هتلاقوه على التأثيرة، وكمان موفق معايا الشرح بتاع الدرس الأول والدرس الثاني. التوفيق للجميع إن شاء الله.